صورة التنمية اليوم أصبحت مجسدة فعليا في مناطق الظل التابعة لولاية ميلا، مسجلة بذلك 43% كمعدل لمختلف المشاريع المنجزة، وهو الأمر الذي ثمنه المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية المكلف بمناطق الظل خلال وقوفه على عدد من المشاتي، منوها إلى ضرورة إشراك ساكنة هذه المناطق في خلق التنمية. افتحوا تحقيق وتهز كل صغيره وكبيره وشاركوا فيها المجتمع المدني باش توصلوا تبلغوا ثاني كذاك الانشغالات تاعكم. حاولوا كيف تتنظموا وخلقوا جمعيات، كل مثلا منطقه الظل عندها الجمعيه تاعها وتبقى في اتصال دائم مع رئيس البلديه مع رئيس الدائره مع السيد الوالي. كي تجي اللجنه هذه كي مثلا تاع المفتشيه تجي تعرف باللي كاينه جمعيه لهنا مسؤوله وتخدم معاهم. ولدى نزوله ضيفا بالاذاعه الجهويه بميلا اكد ابراهيم مراد عن وجود اعتمادات ماليه جديده لهذه المناطق في سنه 2021، حيث بدايه أظرفة مالية معتبرة توجه إلى مناطق الظل. مثلا نهزوا مخططات البلدية للتنمية على مستوى القطر الوطني من 100 مليار دو دينار، يعني 10 مليار دو سنتيم. إذا هذه موجهة أساسا إلى مناطق الظل وفيها 50% حتما تروح لمناطق الظل. فالجهود متواصلة والدولة عازمة على إزالة مختلف الفوارق الاجتماعية وترقية التهيئة الإقليمية.